راكم شفتوا المقابله، يعني سيطرنا على المقابله من اللي بدات حتى لاخر دقيقه في المقابله، وقعدنا توجور كونسونتري توجور. الجوار داروا لي فور، الله يعطيهم الصحه، راضي عليهم والحمد لله. كنا نسناو هذا الفوز بفارغ الصبر. كان فوز مقبول، ونشكر كاع الزملاء الذي ادوا مقابله مقابله رائعه، وبفضل الطاقم هذا الفني نشكر كاع. وهذا مباراتنا دويل الانصار اتحاد الشاويه، وان شاء الله يا ربي نكملوا في هذا المنوال. عندنا بزاف لي بليسي، بزاف لي سبوندي كذا، مع المدرب كذلك ثاني غياب المدرب الرئيسي اثر كثير على المجموعه، ولهذا اتحاد الشاويه اغتنموا الفرصه وسجلوا هدفين، ومبروك عليهم.